وبشأن التطورات الميدانية في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جميح. سيد دكتور محمد، مرحبا بكم. تحالف دعم الشرعية أعلن استعادة 85% من اليمن، لكن هل وصفت لنا دور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الانتصارات المتتالية دكتور؟ في البدء أحييك وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك عليك وعلى متابعينا. كل عام وأنتم بخير سيدي الكريم، تفضل. الأوضاع في اليمن يعني تؤخذ من عدة نواحي، من الناحية الميدانية الأوضاع طيبة بشكل عام، بمعنى أن الحوثيين خلال السنتين الأخيرتين لم يذكر لهم تقدم حقيقي يذكر. معظم الانتصارات حققت لصالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدة جبهات، وهذا أمر واضح يعني بإجماع أو لنقل بحسب نقل معظم وكالة الأنباء العالمية. الإشكال لدى الحكومة الشرعية أنها لا تستثمر الانتصارات السياسية وتحول هذه الانتصارات إلى رصيد سياسي بحيث تكون ورقة ضغط لتحسين صورتها في الخارج، لتحسين أدائها السياسي. أيضا الحكومة الشرعية لم تستطع إثبات وجودها بشكل تام في المناطق المحررة، من الناحية الأمنية، من ناحية إعادة الإعمار، من ناحية الإغاثية، من ناحية الخدمات. هناك قصور كثير ينبغي أن نذكره في ذلك الشأن، لكن فيما يخص عمل الجيش والمقاومة الشعبية هناك طبعا تقدم كبير. ولنقارن أين كان الحوثيون في 2014 عندما كان على سواحل عدن، السواحل الجنوبية لليمن، وهم اليوم محصورون خلف جبال صنعاء، والقوات تتقدم إلى الميناء الوحيد المتبقي لديهم من الموانئ الرئيسية وهو ميناء الحديدة، والقوات الحكومية الجيش والمقاومة يتواجدون اليوم في معقل الحوثيين الرئيسي في محافظة صعدة. طيب دكتور، هناك حديث متواتر يتحدث عن انهيار مادي، انهيار معنوي في صفوف الميليشيات الحوثية، لكن ما الدليل القطعي الملموس على هذا الانهيار؟ الحوثيون منذ يعني فترة ليست بالقصيرة من بدء الحرب وهم يتراجعون. كان الحوثيون يتقدمون خلال السنة الأولى، كانت الحرب كرا وفرا بين الجيش والمقاومة من جهة وبين ميليشيات الحوثي من جهة أخرى، لكن عندما تنظر إلى أن جنوب كل الجنوب الآن خارج سيطرة الحوثيين، أن محافظة مأرب بمعظمها ما عدا أجزاء من مديرية صرواح وبعض المديريات الأخرى المحاذية خارج سيطرة الحوثيين، معظم الجوف خارج سيطرة الحوثيين، الجيش الوطني موجود في أكثر من 4 مديريات في محافظة صعدة، معقل الحوثيين لا يفصله عن ضريح مؤسس الجماعة حسين الحوثي إلا 10 كيلومترات. أيضا عندما تجد أن الجيش يتقدم من باب المندب في الجنوب وهو اليوم في 3 مديريات من مديريات محافظة الحديدة، وفي محافظة حجة يتواجد الجيش هناك وأخذ ميناء ميدي وعدد من القرى الموجودة في مديرية حرب التابعة لحجة. كل ذلك مؤشرات لا تحتاج إلى كثير من التفاصيل على أن الجيش الوطني متقدم. الميليشيات تستعيض عن انحسارها على الميدان بإرسال الصواريخ البالستية سواء على المدنيين في اليمن كما حصل في الأيام الأخيرة، وكما أرسلوا اليوم صواريخ كاتيوشا على مدينة مأرب، أو على الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل أن يغطوا على الهزائم المتلاحقة على الميدان. هم بسياسة إيرانية يريدون أن يستعيضوا عن الهزائم التي لحقت بهم في الميدان في فرقعات إعلامية بصواريخ يرسلونها من أجل الشد الإعلامي، من أجل إرسال رسائل سياسية بأنهم لا يزالون أقوياء، ومن أجل إرسال رسائل إلى أنصارهم في الداخل بأنهم لا يزالون في موقع الفعل وليس في موقع رد الفعل. دكتور محمد، يعني هناك تقدم في جميع الأماكن، مثلا حجة، الحديدة، مأرب، صعدة البيضاء، لكن ألا تعتقد أن التقدم يعني يشوبه نوع من البطء دكتور؟ إذا كان كذلك، ما السبب في هذا التقدم البطيء دكتور؟ هذا صحيح. هناك عدة أسباب لهذا التقدم البطيء، مع أننا لو أخذنا ما أنجز في اليمن، ما أنجزه التحالف العربي في اليمن خلال 3 سنوات، بما أنجزه التحالف الدولي في أفغانستان منذ 2000 و يعني ما قبل 2003،
منذ احداث سبتمبر الى اليوم. لو اخذنا ما انجز لوجدنا ان ما انجزه التحالف العربي في اليمن لا يقارن بما انجز في افغانستان. اليوم افغانستان لا تزال تحت كثير منها تحت سيطره طالبان وداعش والقاعده، بينما في اليمن انجز الكثير. التقدم البطيء يرجع اولا الى الطبيعه الجغرافيه للبلاد. هناك معظم المناطق التي يتم فيها القتال الان او كثير منها مناطق جبليه وعره، خاصه صعده والبيضاء وكذلك الجوف الاعلى وكذلك محافظه حجه. هناك ايضا نوع من عدم التنسيق ينبغي ان نشير اليه، يسود الاداء العسكري، لا توجد قياده موحده بالمعنى الحرفي للقياده الموحده للمقاومه وللجيش. للاسف الشديد ايضا اصحاب المشاريع الصغيره الذين دخلوا في على الخط وفتحوا جبهات جانبيه وفتحات جانبيه تعوق وتحول دون الوصول الى الهدف الرئيسي وهو هدف استعاده الشرعيه. اعني الذين يدعون الى عوده الاوضاع الى ما قبل تاريخ تحقيق الوحده اليمنيه. هؤلاء يعرقلون اداء. طيب دكتور بعجاله لو سمحتم، لكن البعض يعني في اليمن يطالب بحل سياسي مع الحل العسكري، لكنهم يصرون وربما يميلون إلى الحل السياسي. هل نفهم من هذه من هكذا تصريحات أن الحل العسكري لا يستطيع أن يقدم شيء إضافي؟ الأصل أن الحل في اليمن واضح. طيب. هناك مرجعيات واضحة، هناك قرارات دولية تلزم الحوثيين بتسليم السلاح والانسحاب من المدن، القرار 22/16. إذا أتى الحوثيون لهذا القرار وتنفيذه بالسلم فهذا ما يريده كل الناس على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وكذلك في الإقليم وفي العالم. أما إذا رفض الحوثيون فالاعتقاد السائد لدى التحالف العربي ولدى اليمنيين في الداخل بأنه لابد أن يحدث هناك ميلان كبير في ميزان القوى العسكري يجبر الحوثيين على القدوم إلى مائدة التفاوضات، التفاوض حول تنفيذ القرار، بمعنى انه اذا نفذ القرار سلما كان افضل. نعم. واذا لم ينفذ سلما فلا بد من تحرك عسكري لاجبار الحوثيين على تنفيذ هذا القرار. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جميح، شكرا جزيلا لكم.